بعد 10 أيام من افتتاحه، تختتم اليوم فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب الذي جاء في دورته 22 بتعاون مشترك بين اتحاد الناشرين الأردنيين ووزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى. معرض شهد إقبالاً واسعاً وحضوراً كبيراً بالرغم من التحديات التي تواجه القراءة التقليدية في ظل الثورة التكنولوجية، وبالنظر إلى مستوى قراءة المواطن العربي سنوياً. حقيقة إذا بدنا نقدر حضور الجمهور، يعني أنا بتوقع أنه تعدى 300 إلى 400 ألف زائر من أول المعرض لغاية يعني امبارح. كان عدد المشاركين هاي السنة أكثر من السنوات السابقة. كان عندنا برنامج ثقافي، حقيقة برنامج زخم، برنامج يعني أخذنا عليه ردود فعل من الناس، كانوا جدا مبسوطين من البرنامج اللي تقدم، سواء كان برنامج ثقافي للندوات والمحاضرات وما يعني الكتاب، بالإضافة إلى اللي هو البرنامج الطفل، يعني ما غاب عن الساحة، كانت أمانة عمان ووزارة الثقافة الأردنية عندها برنامج خاص في موضوع الطفل وعملوا نشاطات ثقافية للطفل، فكان في تنوع. عمل مؤسسي جاء لإنجاح المعرض الذي ضم 300 جناح بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية ودولية، سواء بشكل مباشر أو من خلال التوكيل من 22 دولة، وبضيف شرف المعرض هذا العام وهي دولة قطر وبرنامجها الثقافي المميز والمتنوع. كونه في عنا هيك فعالية بتتنظم كل سنة بتيح لي أني أنا أحصل على أكبر قدر من الكتب اللي بتهمني في المجالات اللي أنا بحبها ومن كل مكان في الوطن العربي، فهاي الفعالية بالنسبة لي هي كنز ثمين أنا باجي عليه وبزوره في كل سنة. فبالفعل بشكر كل القائمين على معرض الكتاب وعلى إنجاحه، لأنه إحنا لولا هاي الفعاليات ما بنقدر أنه نثبت ونرسي أساسات الثقافة عنا في البلد. معرض بشكل عام ممتاز جدا، فيها عناوين يعني شيقة وممتعة جدا، كل عناوين موجود لكل الشرائح، يعني أرى أن إقبال كان ما شاء الله عليه، إقبال كبير يعني في كل شرائح المجتمع، نساء، بنات، صبيان، شيوخ، شباب، الكل يقرأ، وهذا مبشر للخير للأمة إن شاء الله. هاي زيارة ثانية للمعرض، أجينا أنا وطلابي من محافظة الزرقاء، عددنا حوالي 60 طالب وطالبة. المعرض بصراحة رفع نسبة الثقافة عند الطلاب، تعرفوا على أكثر من دار نشر في أكثر من دولة على مستوى الوطن العربي زي ما احنا ملاحظين. كثير مبسوطين طلابنا كانوا في المعرض، حتى أنا يعني شخصيا هون عم بشوف في كتب جديدة بصراحة أول مرة بنشوفها وبنسمع فيها. نجاحات حققها المعرض على صعيد أهدافه، أساسها لفت نظر العائلة وزوار الأردن إلى زيارة المعرض والتفاعل مع البرنامج الثقافي الذي خصص هذا العام مساحة للأطفال وللحضور العربي والدولي وللرسالة الثقافية التي حملها. يسدل الستار اليوم على معرض عمان الدولي للكتاب، المعرض الذي بات يمثل قصة نجاح لصناعة الكتاب وصناعة النشر في الأردن، وأصبح جزءاً من الخطاب الثقافي وواحداً من وسائل المعرفة ومنصة لتبادل الأفكار وتعزيز الحضور الثقافي في المنطقة. غداء باكير، المملكة، عمان. ينضم إلينا عميد كلية الأدب في الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور محمد القضاء. أهلا وسهلا بك يا دكتور محمد. إذن بداية ربما نتطرق لتقييمك للموسم الحالي من معرض الكتاب والفعاليات الثقافية التي كانت مرافقة له وما يتعلق بالإقبال. مساء الخير وأهلا وسهلا بكم في قناة المملكة. حقيقة فكرة إقامة هذا المعرض هي فكرة ممتازة ومهمة في تعزيز الوعي ونشر المعرفة ونقل المجتمع إلى مجتمع قارئ باحث مطلع. حقيقة يعني أنا حينما ذهبت إلى المعرض ووجدت هذه الرفوف تمتلئ بالكتب الحديثة شعرت بالفرح الغامر، لأنه إقامة معارض الكتب كما تعلمون ظاهرة حضارية تتحقق من خلالها نهضة ثقافية وتعليمية واقتصادية وتنموية، وبالتالي يمكن استثمارها لتعزيز العلاقات الثقافية والسياسية بين البلاد العربية ودول العالم. حقيقة يعني النقطة الثانية التي يعني استمتعت فيها أن الهدف من هذا المعرض أن يضيق الفجوة المكانية أمام سوق الكتاب، بحيث يساعد القارئ على الحصول على الكتب بألوانه وأفكاره وأنواعه من مكان واحد وبأسعار منافسة. وحقيقة وجود 300 دار نشر من مختلف دور النشر العربية في 22 دولة،
هذا دلالة على أنه فعلا فكرة إقامة المعارض فكرة مهمة، وبالتالي يعني تقييمي لهذه التظاهرة المهمة في بيع الكتب وشرائها واقتنائها وترويج الكتب الجديدة والعناوين الجديدة هي مسألة مهمة بالنسبة للكاتب الأردني والكتاب الأردني وتسويقه بحيث يكون منافسا لمثيله في البلاد العربية. طبعا الكتاب هو خير جليس للإنسان في وحدته وسفره وانتقاله، ولذلك هو الذي يفتح أذهان ذهن الإنسان ويدله على الصواب ويفتح له آفاق الحوار والفكر. يعني ما لفت نظري حقيقة في المعرض الزيارات الطلابية التي شاهدتها من خلال يعني الكثير من المدارس الحكومية والخاصة، وهي ظاهرة حضارية حقيقة تضع الطلبة في مواجهة الكتاب وفي دور العرض، خاصة أن بعضهم كان يقف ويتصفح الكتب ويقرأ وبعضهم يشتري، وهو أمر مهم أن نشجع طلبتنا في المدارس والجامعات على هذه الظاهرة المهمة، ظاهرة القراءة واقتناء الكتب وتخصيص الوقت الكافي للكتاب ليكون الرفيق الحقيقي للإنسان في مراحل عمره كلها. نعم دكتور محمد، أهمية الفعاليات الثقافية التي ترافق عادة هذا المعرض ودورها أيضا في كشف الجوانب الثقافية المرتبطة، فهذه كلها المواد من محصلة ثقافية وتشجع ليس فقط على الانغماس في الثقافة وإنما أيضا التوجه إلى القراءة للوصول إليها. يعني حقيقة كانت الندوات الثقافية التي رافقت إقامة المعرض عمل مهم وضروري في تسويق المنجز الإبداعي والفكري للمثقف الأردني، ومجرد تكريم الدكتورة هند أبو الشعر على سبيل المثال لهو أمر مهم وضروري لدورها الثقافي والأكاديمي في الحياة الثقافية الأردنية. غير أن البرنامج الثقافي الذي رافق أيام المعرض لم يكن الحضور بالمستوى المطلوب، كنت أتمنى أن يكون هناك حضور وزخم للحضور، والسبب يعني حقيقة يمكن أن يكون الترويج كان ضعيفا قبل أن تبدأ أيام المعرض، وبالتالي من المؤمل في السنوات القادمة أن يعني يبدأ التسويق والترويج للندوات الثقافية قبيل افتتاح المعرض بأسابيع وشهور حتى نستطيع أن نقدم المنجز والإبداع الأردني للحضور والمشاركين، وبالتالي كان بالإمكان أيضا حشد طاقات فكرية وثقافية وازنة إلى جانب طاقات الشباب، لأننا أمام تجمع ثقافي عربي مهم، وهذا يحتم علينا حسن الاختيار في اختيار الموضوعات في اختيار أسماء المشاركين، ولكن مع ذلك سارت هذه الندوات مع أيام المعرض وبشكل جيد، وقدمت هذه الندوات يعني منجز فكري وثقافي متنوع في مختلف حقول الثقافة والفكر في المملكة الأردنية الهاشمية. المؤمن أنه يعني تعد هذه الندوات في الأعوام القادمة ويتم تسويقها والإعلان عنها قبل ذلك بوقت كبير حتى يتم اختيار المكان المناسب والوقت المناسب لعقد هذه الندوات. دكتور محمد، يوازي ذلك أيضا بأن هناك شعورا عاما بأن هذه الندوات أو لربما الفعاليات الثقافية تغيب عنها بعض الفئات العمرية وتستهدف بعض الشرائح المجتمعية دون غيرها التي تتطلب أيضا نوعا من الفكر والثقافة، بالرغم من أن المعرض يحاكي كافة الأعمار وهذا ما ننشده أيضا في هذه المتطلبات الحياتية. يعني هو الغياب متوقع سواء كانت يعني في معرض عمان أو في معرض الكتاب أو في الندوات التي تعقد بين حين وآخر تعقدها وزارة الثقافة أو الجامعات الأردنية أو مختلف المعاهد العلمية التي تعقد مثل هذه الندوات. حقيقة المنجز الثقافي للأسف الشديد عم يتراجع عما كان عليه في السنوات السابقة، والسبب في ذلك تغير القيم الفكرية والثقافية والقدرة على متابعة المنجزات الكثيرة التي تعقد هنا وهناك، وبالتالي حصول التقانة الحديثة وسائل التواصل الحديثة أفضى إلى مثل هذا يعني عدم الزخم المطلوب في مثل هذه الندوات. حقيقة يعني أحيانا تذهب إلى أمتية شعرية أو ندوة فكرية أو ثقافية لا تجد فيها العدد الكافي الذي ينبغي أن يكون، السبب في ذلك كما أشرت أننا بحاجة دائما إلى أن نقدم المنجز الفكري والثقافي والندوة العلمية أو الثقافية نختار لها العنوان المناسب والشخصيات المناسبة
التي يمكن أن تدير الحوار حول مثل هذه الموضوعات. نعم دكتور، كيف تنظر إذن لدور المؤسسات الرسمية في إنجاح مثل هذه الفعاليات وهذه المعارض عندما نتحدث عن الجذب والدعم الذي يجب تقديمه أيضا؟ يعني إقامة المعارض في المملكة الأردنية الهاشمية ومعرض عمان الدولي للكتاب هو فرصة مهمة للمكتبات العامة في الجامعات والمدارس أن يعني تقتني احتياجاتها من الكتب. هذه مئات دور النشر حضرت إلى عمان ومعها معظم منشوراتها ومعظم ما تحتاجه الجامعات ومكتبات الجامعات والمدارس والمعاهد العلمية. طبعا هذه الكتب متاحة وقريبة وتكلفتها أفضل بكثير من أن تسافر فرق سنوية من الجامعات لشراء احتياجات المكتبات، خاصة أنه بالإمكان توفير مستلزمات السفر وشراء الكتب فيها. هي فرصة أن ترسل المكتبات قوائمها لتوفير الكتب المطلوبة للجامعات. طبعا هناك شكوى حقيقة يعني لمست من أن الكتب غالية ومرتفعة الثمن، وشكى لي بعض دور النشر العربية من أن المواطن الأردني قارئ ذكي، غير أنه يشكو من عدم قدرته على اقتناء بعض الكتب بسبب الظروف المادية وسبب ارتفاع أثمان بعض هذه الكتب. طبعا يعني مع أن عدد الحضور تجاوز 300,000 إلا أن هناك تقصير واضح في تسويق معرض عمان الدولي وترويجه، وما كنا نشاهده من ترويج لمعارض الشارقة وأبوظبي والرياض ومعرض القاهرة الدولي يفوق مئات المرات عما نشاهده من ترويج لمعرض عمان الدولي للكتاب. هذا التقصير يجب تلافيه في المرات القادمة. وأقول يعني هناك يعني نقطة مهمة وهذه ينبغي أن نركز عليها. حبذا كان هناك مكان دائم تتبناه الحكومة الأردنية في بناء صالات كبرى للعرض والمؤتمرات في عمان. عمان لأن المطلوب أن يفيد منها الاقتصاد الأردني، ليس فقط في سوق الكتاب وتسويقه وإنما في مختلف شؤون الاقتصادية، وهذا موجود في معظم الدول التي تسوق اقتصاداتها المتنوعة. نعم دكتور، الثورة التكنولوجية جاءت لتدعم هذه المجتمعات ولكنها تأتي على حساب وجذب القراءة التقليدية، فكيف يمكن أن نواجه ذلك للعودة لأنماط هذه القراءة؟ يعني حقيقة القراءة التقليدية رغم أنه هناك يعني من يقول أنها بدأت تغيب لصالح وسائل التواصل الحديثة، لكن حقيقة ما يوجد في وسائل التواصل وفي البرمجيات الإلكترونية المختلفة والمكتبات الإلكترونية والصحافة المقروءة فيه كم هائل من المنجز الفكري والثقافي. وبالتالي أنا باعتقادي أنه الطالب والمثقف و الإنسان بدأت تتاح أمامه كل هذه الوسائل في يعني في سرعة كبيرة، وبالتالي هو يستطيع أن يلون ثقافته وفكره. لكن يعني هو إشكالية سوق الكتاب واقتناعه، يعني بعض دور النشر التي حضرت إلى المعرض الدولي لم تحضر معها إلا سوى عشرات من النسخ من الكتب أو مئات، والسبب في ذلك أنه يخشون من طباعة أعداد كبيرة من الكتاب وبالتالي لا يتم بيعه أو تسويقه، وبالتالي تكون هناك خسارات مادية بالنسبة لدور النشر. وبالتالي يعني حتى يعني لو ذهبنا إلى المكتبات وإلى يعني المطابع في عمان ستجدين أنه كان قبل 10 سنوات يطبع من الكتاب 1000 نسخة أو 500 نسخة، والآن بدأت الأعداد تتراجع بسبب يعني وسائل النشر الحديث الإلكترونية التي بدأت يعني هي السائدة في المجتمعات المثقفة والتي تجد يعني المعرفة متاحة لها في كل لحظة. شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور محمد القضاء عميد كلية الأداب في الجامعة الأردنية. ينضم إلينا مدير معرض عمان الدولي للكتاب الدكتور جابر أبو فارس. دكتور جابر أهلا وسهلا بك. إذا نتحدث بداية عن تقييمكم للنسخة الحالية من هذا المعرض. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، والحمد لله اليوم آخر يوم في اختتام فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب لنسخة 22. هذا المعرض الذي يعني في الحقيقة لاقى إقبال ممتاز لم يشهده معرض عمان بدوراته السابقة، يعني تقريبا تقديراتنا لحجم زوار معرض عمان يعني الذي تجاوز 500,000 زائر منذ بداية المعرض لآخر يوم، فهذا شيء مبشر بالخير، مبشر بأنه ما زال بلدنا يحافظ على الثقافة، يحافظ على وفي قارئ حقيقي. طبعا زارنا من المحافظات، من مختلف محافظات المملكة،
فهذا المعرض كان معرض ممتاز بكل المقاييس. نعم نعم دكتور، تقييمكم أيضا للفعالية الثقافية المرافقة لهذا المعرض، كان هناك حديث عن ربما الحاجة إلى مزيدا من الترويج لزيادة الإقبال أيضا عليها. نعم، يعني إحنا كان في برنامج ثقافي مرافق لمعرض عمان الدولي للكتاب، هذا البرنامج كان في الكثير من الندوات الأدبية والثقافية والشعرية والكثير من الندوات أيضا الخاصة بالطفل، حيث يعني عملنا على مكان مخصص للأطفال بحيث يعني تكون نشاطات الأطفال موجودة ومرافقة في معرض عمان الدولي للكتاب. كان هناك إقبال كبير على نشاطات الأطفال وإقبال كبير أيضا على الندوات التي كانت موجودة في معرض عمان. نسعى دائما للتطوير، حاولنا أنه نعلن عن كل ندوات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال طبعا الإعلام، وأنتم كنتم داعم لنا دائما في معرض عمان الدولي للكتاب، من خلال أيضا الصحف والمواقع الإلكترونية، فكان هناك إعلان يومي عن الندوات الموجودة، لكن يعني دائما نحتاج إلى تطوير، وفي المستقبل راح يكون يعني هناك بث مباشر لهذه الندوات من معرض عمان الدولي للكتاب. نعم دكتور جابر، كان نعم. هناك بعض التعليق أو لربما بعض الحديث عن أن أسعار الكتب كانت مرتفعة عما هما معهود، فكيف تجدون هذا الأمر من زاويتكم؟ يعني في الحقيقة هي صناعة الكتب كان فيها ارتفاع، لأنه في ارتفاع في مواد الخام لصناعة الكتاب من ورق ومن أحضار، ومن سعر المطابع زادت الكلفة يعني بما لا يقل عن 40% عن السعر السابق، فالناشر تقريبا لم يرفع هذه الكلف، ارتفع شيء بسيط تقريبا 20% عن الأعوام الماضية نتيجة لارتفاع هذا الأسعار، لكن احنا دائما كنا حريصين ونشترط يعني نشترط على المشاركين بمنح خصومات لزوار المعرض لا تقل عن 25% من أسعار الكتب. نعم هناك في بعض الكتب كان أسعارها مرتفع، وحاولنا يعني جهدنا بأن تكون دور النشر تعمل خصومات إضافية حتى تناسب القراء وتناسب جميع المستويات في مجتمعنا الأردني. نعم دائما هناك حديث عن صعوبة عقد هذه المعارض وأيضا صعوبة الإقبال في ظل انتشار الثورة التكنولوجية وربما مواقع التواصل الاجتماعي والكثير من الأمور الترفيهية الأخرى وهجران القراءة التقليدية، فكيف برأيك التعامل مع هذا الجانب خاصة فيما يتعلق بجانب التطوير والتحديث؟ يعني في الحقيقة احنا نسعى كاتحاد ناشرين أردنيين بأن يكون التطور التكنولوجي والنشر الإلكتروني والنشر الرقمي بالتوازي مع النشر الورقي بحيث لا يؤثر أي منهما على الآخر، فبالتالي يعني احنا الكتاب الورقي ما زال له رواده وله يعني مريدي ويأتي إلى المعرض يطلبون الكتاب الورقي، لكن يجب على الناشر أن أيضا أن يطور نفسه بالنشر الإلكتروني بحيث يعني يواكب هذا التطور الذي يعني ربما يكون المستقبل للنشر الإلكتروني وأيضا النشر الصوتي. يعني هناك يعني أيضا دور نشر تهتم بأن يكون الكتب منشورة صوتيا ويعني تكون موجودة على المواقع الإلكترونية. هذا التطور يجب على كل ناشر أن يستفيد منه ويسعى دائما ويطور من نفسه حتى يواكب كل تطور في عالم النشر. شكرا جزيلا لك دكتور جابر أبو فارس مدير معرض عمان الدولي للكتاب.